نستكمل مع حضراتكم الجزء الثالث من الوحدة الثالثة اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. معكم عبد الرحمن خليل، موجه عام اللغة الفرنسية ومدرب لغة فرنسية في الأكاديمية المهنية للمعلمين. نكمل، احنا كنا توقفنا عن الأنشطة اللي ممكن نقدر نقوم بها بسرعة في الريف، وكنا قلنا ان الجزئية دي كانت اخر حاجة ابتدينا انتهينا منها، جوي دي بيانو، تعزف بيانو، دي فيولون. طيب جوي او فوتبول او اي رياضة اخرى انت عايزها، فير لا كويزين، تمارس نشاط المطبخ بقى، تعمل كريب، دونسي، شونتي، بارلي فرونسي، ديسيني، باندر، ريباسي يعني تكوي، مونتي ا شيفال، تركب خيل، ناجي، سكيي، مونتي ا شيفال، متكرر معلش، سيبيني دو لا ريفيير، تستحمى في النهر. وقلنا تقدر اولا، عندنا قاعده حضراتكم كلها عارفينها، ان اذا وجد فعلان متجاوران في جمله واحده بيصرف الاول ويوضع الثاني في المصدر. يعني باختصار شديد تقدر تقول لي جي سي واي حاجه من الحاجات دي كلها. فيرب سافوار وهو الاساسي عندنا في الدرس ده، وفيرب بسيط سهل في المضارع، تصريفاته جي سي، تو سي، il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. ده وقلنا تذكر الانشطه اللي كان بيقوم بها كل من لور وجان à la campagne. Qu'est-ce qu'elles savent faire? بيعرفوا يعملوا ايه؟ يبقى الهدف بتاعنا هنا، احنا لو انتوا تذكرتوا في الجزء الاولاني كنا قلنا مجموعة اهداف الوحدة بحل. الجزئية اللي بنقولها النهاردة دير سي كون سي فير، تقول لي تعرف تعمل ايه؟ يبقى انت عندك مكونين اتنين، فيرب سافوار مع الفيرب الاكسيون اللي انت تقدر تقوم بيه. ادي تي سي مونتي ا شيفال، لو احنا هنجاوب بالاثبات وي جي سي مونتي ا شيفال، نلاحظ ان فيرب سافوار هو المصرف والفيرب الثاني غير مصرف. اذا وجد فعلان بنصرف الاولاني والثاني الانفينيتيف. جاوب بالنفي، نون جي نسي با مي جي بي اسيي، لكني ممكن احاول. تي سي فير دي فيلو، وي جي سي فير دي فيلو، اه نون je ne sais pas faire, je ne sais pas, mais je peux essayer. Tu sais te peigner. والفيرب يزود ضميرين، هذا فعل متصرف والثاني مصدر. الفعل يزود ضميرين، الضمير سي يصرف حتى لو كان الفعل في المصدر. Oui, je sais me peigner dans la rivière. تبع نفس الهدف برضه. عندك هنا في قلب الكتاب يقول لك اتوا وانت qu'est-ce que tu sais faire؟ بتعرف تعمل ايه؟ compare avec ton camarade، قارن مع زميلك. moi انا بقول moi je sais jouer du piano et toi؟ moi je sais jouer au tennis، c'est un jeu super intéressant. يبقى احنا بنعمل ميني سيتياسيون ديالوجي، حوار صغير حوار بسيط. ها qu'est-ce que tu sais faire؟ Moi, je sais jouer du piano. Et toi? Moi, je sais jouer au tennis. C'est un jeu super intéressant. التمرين ده سريع بنقول فيه تتعامل مع زوي. طبعا انتوا عارفين ان زوي او اي اسم معناه ال او ال. زوي يعني ال. فين تصريف فيرب؟ اختار من فيرب سافوار اللي احنا لسه قايلينه. اعتقد ان الجزئيه ديت سهله على حضراتكم جميعا. يبقى زوي تبقى راف سي، مي بارون تبقى ساف، جو سي، جان يبقى راف سي، فو سافي، Théo et Arthur savent.
Nous savons, ma mère sait, Laure et Jeanne savent, Rami sait. الحل اللي قدام حضراتكم اهو. طيب les animaux de la ferme، حيوانات المزرعة وكل حيوان بيعيش فين؟ السكن بتاعه فين؟ الشقة بتاعته فين؟ les animaux de la ferme، l'habitat، مكان المعيشة. لو بتي، الصغير بتاعه ايه؟ المفرد المذكر والمفرد المؤنث. Dans les tables, في الحظيرة. لوفو الصغير. لو تورو لافاش. Dans l'écurie, لو بولان. لو شيفال. لو جي لا جيمون. التأنيث بتاع شيفال غريب شوية، نخلي بالنا منه. جيمون. ومعلومة في الطريق كده، معظم تقريبا كل الكلمات المنتهية بام نتير مذكر ما عدا كلمة جيمو. دون لو كلابيي، لو لابيرو، لو لابان، لا لابين. دون لو بولايي، لو بوسان، لا بول، لو كوك. دون لا باسكور، لو كانيتون، لو كانار، لا كان. دون لا نيش، لو شيو، لو شيان، لا شيان. دون لا ميزون، الحيوانات اللي بتعيش في المنزل، لو شاتون، لو شا، لا شات. دون لا برجيري، لو شيفيرو، لو بوك، لا شيفر. والتمرين ده بهذا النسق موجود في كتاب المدرسة، مش هنتوقف عنده. اكري لو نوم دي سيز انيمو، اكتب اسماء هذه الحيوانات. طبعا احنا لسه قايلينها. برضو التمرين ده من كتاب المدرسة. كومبليت لي ليو دي في دي انيمو بوي اسوسي، يعني اكمل باسماء بالاماكن بتاع معيشة الحيوانات ووصلهم ببعض. يا ترى ديت ايه؟ ديت ايه؟ ديت ايه؟ ديت مفروكة لك. طيب les animaux et leurs utilités، الحيوانات والفوائد بتاعتها اللي بتعود علينا منها. ادي الحيوان الانيمال، ادي الاتيليتي لافاش البقر، فايدتها ايه لنا؟ نودون لولي لافيون، اللحمة. لو بير الجلد، يبقى بتعطينا اللبن، اللحمة، الجلد. لو شيفال، إيد لو فرمي، بيساعد المزارع دون سون ترافاي. لا بريبي، الناعجة، نو دون دي لا فيوند، لو لي، إي لا لين أو صوف. لو لابان، نو دون لا شير، بيدينا اللحم. La canne nous donne les œufs et la chair. Le chien garde la ferme. يحرس المزرعة. تدريبات أخرى ممكن تبقى بسيطة مع حضراتكم. Complete ces phrases. أكمل هذه الجمل. La femelle du cheval c'est أنثى الحصان هي. Le mâle de la chèvre c'est لو بتي دي تورو سي، صغير التورو سي. لو بتي دي كوك، صغير الديك هو. لو مال دي لا جيمون، ذكر الحصانة هو. لو لابيرو سي لو بتي دو، اللابيرو اللي هو الأرنب الصغير، هو صغير الإيه. لا بريبي سي لا فيميل دو. لا بول سي لا مير دو. نشوف الحلول اها، الحلول قدام حضراتكم. او فيف لي زانيمو دي لا فيرم، تمرين اخر. اين تحيا
حيوانات المزرعة، la poule, le cheval, le mouton, la vache, le chien. دي الأماكن بنعمل association، بنوصل ما بين 1 2 3 4 5 و A B C D. يا ترى فكرنا؟ طيب نشوف الحل. ادي الحلول. ننتقل بعد كده يا أستاذة، المفروض نخلي بالنا من الجمع. كيف يتم جمع الجمع بصفة عامة؟ كومون متر اون فراز او بلوريال. بنحط الجملة في الجمع ازاي؟ عندنا بالنسبة للضمائر جي بتبقى جمعها نو، تي جمعها فو، ال 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 ال. طبعا لما بنغير الجي الى نو بالنسبة للفعل اللي بيتغير التصريف بتاع الفعل. علي ممكن يبقى علي إسامي أو إيل، نهى تبقى سلمى نهى أو إسالي أل. طب وبالنسبة لجمع الفعل، الفعل يجمع عن طريق تصريفه مع الفعل الجديد، يعني جام هتبقى نوزيمون، بنغير نهاية جي إلى النهاية اللي هي أو إن إس. تي أم فوزيمي، إيلم ألم، يبقى إيلزام ألزام. جي فيني هتبقى نو فينيسون، تي فيني vous finissez, il finit, il finisse. الأفعال الشاذة لازم نبقى حافظينها طبعا. طيب بالنسبة لجمع الاسم، القاعدة العامة لجمع الاسم يا أبناء الطلاب هي إضافة اس. أنا مي دي زامي. طبعا الأداة تتغير، أن بتبقى دي، أن وإن بتبقى دي. أن بيس دي بيس، يبقى الأسماء نقول تاني القاعدة العامة لجمع الاسم إضافة اس، إنما الأسماء المنتهية بإس أو بإكس تبقى كما هي وتغير الأداة. أن بيس دي بيس، أون فوا دي فوا. الأسماء المنتهية بإي أو أو أ أو تجمع بإضافة إكس، زائد على طول يعني إضافة إكس. أن شيفو دي شيفو، أن أنيو دي زانيو. الأسماء اللي آخرها أل تجمع باستبدال الأل إلى أ أو إكس. أن شيفال دي شيفو، طبعا دي جمع الأسماء والصفات. أوريجينال زيادة صفة، أوريجينون. بعض الشواذ البسيطة، أن ترافاي جمع دي ترافو، أن أوي جمعها دي زيو. في كلمات نخلي بالنا من الكلمات ديت، بون مارشي هي بون مارشي، مسيو مسيو، خلي بالك مسيو ام او ان بعد ام اس. مدام، ما هي مدام هي دام وقدامها كلمة ما، مدام ميدام. لو سييل لي سييو، لوي لي زييو، مادموزيل ميدموزيل. في بعض الصفات اللي هي ايه، بنقول بالنسبة للألوان الأسماء التي تستخدم كألوان، أسماء الألوان المستخدمة كصفات لا تتغير عند الجمع. يعني مارون مارون، أورانج برتقالة هي أورانج، يبقى في أسماء سيترون هي نفسها سيترون. شواذ منتهية بـ أل بجمعها بإضافة إس، زي كارنفال كارنفال، فيستيفال فيستيفال، غرونبير. بالنسبة لجران بير بزود هنا اس وبزود هنا اس. طب وجران مير هي نفس الكلام، بزود اس ما بزودش اي عند تأنيث كلمة جران في كلمة جران مير. وده تمرين بسيط. التمرين البسيط اهو، الفي اون فرانس، بالصورة تدريب عليه الفي اون فرانس. يبقى ال هنغيرها للجمع و في هنصرفها. إلي فرونسي تبقى إيسون فرونسي، يبقى هاد مع ده وهاد مع ده، والصفة فرونسي منتهية باسم مش هغيرها. سي ليفري كوت دو ليفري إيجيبسيان، يبقى فيربي كوتي هيجمع، وسي كصفة إشارة تجمع، وليفر تجمع. قدامكم اهو الحل اهو، elles vivent en France, ils sont français, ces livres coûtent de livres égyptiennes, il fait son devoir pendant
la nuit, et bien ils font leur devoir pendant la nuit. Ils achètent un beau livre, ils achètent des beaux livres. Son fils est faible en maths, et bien ses filles sont faibles en maths. Ce petit garçon aime la musique. Ben, ces petits garçons aiment la musique. J'ai un grand travail. J'ai de grands travaux. Oui, بنلاحظ ونفتكر مع بعض يا أولاد إن أداة النكرة دي بتبقى دو قدام الصفة وإن كان في بعض الاستثناءات. سي أن فو لوم. سي سون دي فو زوم. Elle est une petite fille. Oui, quand elle est terminée, elle a fait c'est une petite fille. Petite fille, ce sont deux petites filles. Nafsikalam, peux-tu mettre au pluriel? Elle préfère le tennis. Elle est forte. Elle est forte en français. Sa sœur va au cinéma. Tu n'es pas française. Mon frère aime la science. Il a 15 ans. Il va à l'école secondaire. عشان نحطهم في الجامعة ها فكرنا فيهم الحلول قدام حضراتكم اهيا. Production. احنا بالنسبة للإنتاج إيميل لإنتاج إيميل بسيط والسؤال ده بيجي في الامتحان وعليه أربع درجات بسرعة كده إيميل السؤال ده بيجي لثلاث أسئلة وعليهم أربع درجات وأنت بتاخد من هنا تحط هنا درجة هدية والأسئلة بتيجي سهلة وبسيطة ما فيهاش جديد سالو أو فوزيت لي سو ويكاند يبقى وهنجاوب على السؤال فو خلي بالكم يا ولاد إن فو هنا مستخدمة للمفرد أنا هقول جي لأنها لو كانت الجمع كان فيه تبعية. كيس كي فو زافي في عملت إيه؟ إيه بوركوا؟ الحل سالو جي سوي زالي على كومباني جي سوي مونتي أ شيفال جادور مي بروميني أ شيفال سي ما باسيون دي هوايتي. سالو Comment vous êtes allé à la ferme? Comment vous êtes allé à la ferme? Kaifa, ذهبت إلى المزرعة. Avec qui vous êtes allé? Combien de jours avez-vous passé là-bas? الحل بجيب سالو هنا وأجاوب على الأسئلة دي. J'y suis allé en voiture. ذهبت بالسيارة. J'y suis allé avec ma sœur. ذهبت مع أختي. Là-bas. J'ai passé trois jours. هناك قضيت ثلاث أيام. أنا هكتفي بهذا القدر وهنكمل إن شاء الله الوحدة الثالثة لأن لسه فيها شغل كتير وأنتم عارفين إن آخرنا هو الوحدة الثالثة فهنسهب فيها شوية لحد ما نبتدي نحل مع حضراتكم دليل التقويم وامتحانات الوزارة وامتحانات السنوات السابقة. شكرا مع السلامة.